يا اهلا بكم في الاجنده بعد 1400 سنه من الحركه والتاثير يتهم الاسلام اليوم بانه مصدر الارهاب في العالم ليس لانه اشعل حربين عالميتين كبيرتين قتلت قرابه 60 مليون ادمي ودمرت عشرات المدن ولا لانه تسبب في احتلال قارتين كبيرتين كامريكا واستراليا وقتل عشرات الملايين من سكانها الاصليين ولا لانه حرض على استغلال ثروات القاره الافريقيه واستعباد اهلها لمئات السنين ولا لانه يهدد كوكب الارض بسلاح الدمار الشامل الذي يكفي لتدمير عشره كواكب اخرى بجانب الارض ولا لاي شيء من هذا القبيل وانما لان الغرب الغرب وجده كذلك الغرب وحده وجد الاسلام مصدرا للارهاب الغرب وليس الصين او اليابان او شرق اسيا او شعوب افريقيا الغرب فقط هو من يصنف ومن يدور في فلكه من العرب هم الذين وجدوا الاسلام مصدرا للارهاب الدولي. فلماذا يا ترى يشعر الغرب بالخوف من الاسلام؟ ما هي الابعاد السياسيه لهذا الموضوع؟ وكيف ينظر الغرب او المؤسسات الغربيه او النخب الغربيه الى هذا الدين؟ هذا هو موضوع حلقه هذا المساء، كونوا معنا. زمان عندما كان يقال لنا ان الحاكم العربي الفاسد المستبد مدعوم من قبل الغرب الاستعماري وان دول الاستعمار الغربي هي التي تحمي الانظمه الفاشله في الوطن العربي تحميها من السقوط عندما كنا نسمع هذا الكلام كنا نظن ان انه كلام من باب المبالغه الضروريه في خطاب المعارضه العربيه وان المعارضه العربية تتبنى هذا الخطاب نكاية بالغرب لأنه لا يقدم لها يد المساعدة لتغيير الأنظمة العربية الفاسدة والمستبدة. كان البعض يظن ذلك. لكن بعد وقائع الثورة العربية الأخيرة الربيع العربي عرفنا وأيقنا أن دعم الغرب للأنظمة العربية الفاشلة المستبدة حقيقة واقعة مثل الشمس والليل والنهار. ولعل هذا الكشف او الانكشاف بالاصح هو اهم ما جنته الشعوب العربيه من الربيع العربي. اليوم صرنا نعرف من لنا ومن علينا، نعرف طريقنا بوضوح. اليوم حجم الاوهام التي تعيق مسيرتنا نحن العرب اقل بكثير من الامس. وليس هناك ما هو اخطر من الاوهام في طريق الشعوب الى المستقبل. الاوهام مثل التضخم في الاقتصاد كثره تسبب انهيار اقتصادي كثره الاوهام والاحلام الزائفه تؤدي الى طريق مسدود ولو لم يكن للثوره العربيه الا انها اسقطت الكثير من الاوهام لكفاها فخرا على الرغم من الضريبه الباهظه التي دفعتها الشعوب العربيه بسببه الأوهام مثل السراب كما قلت في الصحراء سراب في الصحراء يستنزف جهدك يستنزف أعصابك وفي النهاية لا يروي عطشك وهذا كان حالنا عندما كانت لدينا أوهام مثل أن الغرب يدعم حقوق الإنسان وأن الغرب لديه قيم وأنه وأنه لكن حينما حصحص الحق انكشفت الأمور لقد كان الربيع العربي محطة مهما لانتقال الأجيال العربية من المرحلة الرومانسية المليئة بالأوهام الوردية إلى المرحلة الواقعية ولو أن المرحلة الواقعية مرحلة فيها كسوة وفيها معاناة تكشفت بعض هذه المعاناة وهذه القسوة في الفيلم الذي عرضته الجزيرة قبل أيام في سبع سنين حالة فقدان الأمل والدخول في في, في الجدار لكن هذا يشبه الانتقال من حالة النشوه تحت تاثير المخدرات والحشيش الى حالة الصح والوعي الواحد تحت تاثير الحشيش بيكون مرتاح لكن عندما يفوق بيشوف الحقيقه وبينصدم انما الحقيقه بجوار الصدمه افضل من الوهم مع الراحه الرومانسيه في الحقيقه هي شكل من اشكال الحشيش والمخدرات اليوم سقط وهم العرب النشامه ما عاد فيش عربنا خلص انتهت هذه وصبوا القهوة وصبوا الشاي انتهت العرب الان صار مكشوف على حقيقته وتبين اننا عرب من ورق على الاقل نخبنا السياسية وتبين ان حكامنا مجرد جواري وايماء في بلاط الدول الاستعمارية اليوم سقط وهم الغرب الداعم للديمقراطية وحقوق الانسان وتبين انه غرب استعماري والغرب غرب، الغرب في النهايه عكس الشرق من هنا تشرق الشمس الوضوح الضوء ومن هناك تاتي الظلمه. تبين انه غرب استعماري من راسه حتى قدميه وان هذا الغرب يصنع جنه الديمقراطيه والرفاه وحقوق الانسان له وحده داخل يعني جغرافيه لكنه يصنع هذه الجنه من الديمقراطيه وحقوق الانسان في اوروبا وفي امريكا يصنعها على حساب على جماجم يقيمها على جماجم وعظام الشعوب المستغله الفقيره الضعيفه في في الوطن العربي وفي افريقيا. الشعوب التي يتعمد ابقائها في حاله ضعف وتخلف حتى يبقى هو في حاله رغد من العيش. اليوم تبين ان الحكام الذين كنا نظن انهم ينتمون الى ثقافتنا وعقيدتنا ومجتمعاتنا لا صله لهم بنا وبثقافتنا وديننا وعقيدتنا الا بالاسم والمظهر الخادع يصلوا قدام الشاشات ويبنوا مساجد قدام الشاشات علشان يداروا ويشوشوا على الحقيقه حقيقه كونهم اعضاء في جماعات او في تنظيمات او في لبيهات سياسيه سريه او علنيه تعمل ضد ابناء هذه الامه هم ابناء مشروع الغرب الاستعماري الفاضح والحقيقه ان صدمتنا من انكشاف الوجه الاستعماري الكذر للغرب هذه الصدمة كانت أكسى من صدمتنا عند انكشاف الوجه الحقيقي لبعض الحكام العرب، لأنه نحن نتوقع من الحاكم العربي كل شيء، كل شيء، وخصوصا حكام بعض دول الخليج. لكن الغرب احنا كنا نظن فيه بعض الخير. كان بعضنا يظن أن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان قيم أصيلة في الغرب. بمعنى أنه هذا الغرب يتبنى هذه القيم بصدق من أجل القيم نفسها. كنا نظن انه يحب ان يبشر بها في خارج اقليمه ونسينا في غمره اوهامنا ان الغرب له دين واحد فقط هو البراغماتيه بين قوسين النفعيه النفعيه التي تجعل المصلحه فوق كل القيم وهذه الحلقه هي مساهمه في تسليط الضوء على احد دوافع الغرب في حربه على الوطن العربي خاصه فما هو هذا الدافع يا ترى؟ تعالوا نشوف <applause> قبل أشهر طويلة عرضت في هذا البرنامج لأحد عوامل الصراع السياسي بين الغرب من ناحية والمجتمعات الإسلامية من ناحية أخرى ويومها اعتقد البعض أني أتحدث بلسان الإسلاميين أو على طريقتهم عندما قلت إن المؤسسات والنخب السياسية الغربية تعمل ألف حساب للإسلام وأن الإسلام هو أحد أسباب إعاقة الغرب للعالم الإسلامي ودعمه لحكومات عربية فاشية مثل هذا الكلام قد يثير السخرية أو الاستغراب لدى بعض الناس في مجتمعاتنا لأن هذا البعض ينظر إلى الإسلام من زاوية كونه دين بينما المؤسسات الغربيه والنخب الغربيه تنظر الى الاسلام من زاويه اخرى تماما ينظرون اليه من زاويه كونه عامل قوي من عوامل السياسه والحضاره ما يهمهمش دين ولا مش دين اللي يعنيهم انه عامل سياسي مؤثر قوي المؤسسات السياسيه الغربيه لا يهمها الجدل الذي يدور حول الاسلام هذه الايام في المجتمعات الاسلاميه الجدل حول بين الشباب يعني هل هو دين سماوي أم من تأليف محمد هل هو دين السلام أم دين الإرهاب في جدل دائر هذه الأيام في الأوساط العربية والإسلامية بهذا الشكل الأوروبيون أو الغرب لا يعني هذا الكلام النخب الغربية لا يعنيها هذا الكلام حتى لو كان الإسلام اخترع الذي يهمها المؤسسات الغربية الذي يعنيها هو الإسلام بوصفه عاملا سياسيا سواء أكان من عند الله ام من تاليف العرب. بالنسبه للمؤسسات السياسيه الغربيه فان الاسلام يشكل تهديدين خطيرين. التهديد الاول هو غزو المجتمعات الغربيه وانتشاره المضطرد فيها، هناك انتشار مضطرد للاسلام في الغرب سواء عن طريق الداخلين فيه او عن طريق المهاجرين العرب الى والمسلمين الى اوروبا وامريكا. هذا تهديد اول، انتشار الاسلام في اوروبا. التهديد الثاني الذي يواجهونه هو قوة هذا الدين في الهام المجتمعات الاسلامية بالوحدة ورفض الهيمنة والاستغلال الاجنبيين. بالفعل الاسلام يلهم المجتمعات الاسلامية بشيء من الوحدة. لو غاب كل شعب من هذه الشعوب يتحول إلى عرقيته الخاصة وتصبح نصبح امام دول مفرده لا امام كتل مثل الكتله الاسلاميه او الكتله العربيه. السر في هذه الكتل السياسيه هو الاسلام وحده. اقول هذا الكلام من منظور علماني منظور علماني خالص لا من منظور ديني. يعني بغض النظر عن موقفنا نحن من الاسلام هل نراه حق ام باطل؟ هذا الكلام لا يهم يعني اقصد العلماني ينبغي ان ينظر هكذا اذا كان علماني. المهم هو كيف كيف ينظر اليه الغربيون؟ كيف تنظر اليه المؤسسات السياسيه الغربيه والنخب الغربيه؟ والجواب المدعم بالدليل والبرهان هو انهم يعتبرونه خطرا حقيقيا على ثقافتهم وعلى مصالحهم. وقبل ان نمضي في الكلام وشرح هذه القضيه دعونا نستمع الى اثنين من القساوسه الغربيين واحد فرنسي واحد روسي أنا أعتبر روسيا جزء من الغرب الأسباب أه وهما يتحدثان عن خطر الإسلام في أوروبا بلغة منفعلة لها ألف دلالة الأول يقال أنه قسيس فرنسي لم يتسنى للتأكد من عمله لكنه يقول أن أوروبا على وشك السقوط في الهاوية يعني في الإسلام ويشبه خطر الإسلام بخطر النازية والفاشية في أربعينيات القرن الماضي ويقول إن فرنسا ستكون مسلمة في المستقبل القريب إذا لم يفعلوا شيئا ويتوعد أنه لن يسكت وسيفعل اللازم لمقاومة الإسلام يقولها طبعا بطريقة تشبه لهجة أصحاب صنع القديمة حنشوف والثاني كسيس روسي يقول يقول نفس الكلام عن روسيا وأوروبا

Il n'y avait pas eu une poignée de résistants avec votre De Gaulle, avec Churchill, avec les autres, s'il n'y avait pas eu cette, cette volonté de survie et de lutte, où en serions nous aujourd'hui, où en seriez vous aujourd'hui? Nous sommes en quarante quatre aujourd'hui, c'est la même gravité de situation. Ce n'est pas les nazis, c'est pire. Un autre fascisme qui a décidé de conquérir l'Europe. En fait, il y a deux fascismes. Le fascisme de l'argent et le fascisme islamique. C'est sérieux. C'est sérieux. Je sais ce que c'est que l'islam. Je l'ai vécu. Et je le vis au quotidien. L'islam, la France sera musulmane demain. Ces petits sont invités à embrasser l'islam. Ils sont un peu plus grands. Mais ça se fait partout. Le prénom le plus donné à Bruxelles, c'est Mohamed, à tous les nouveaux-nés. Plus de 50% des nouveaux bébés sont appelés Mohamed à ah, Bruxelles. Et c'est un peu partout, en Angleterre maintenant et ailleurs. Et l'église est là, frileuse, honteuse. oh! oh. Elle constate les dégâts, mais que fait-elle Eh bien, moi, je vais mettre un plan. On va commencer demain. Demain, un plan, une stratégie de changement. Ceux qui veulent entrer dans la danse, c'est bienvenu. Mais ça va avancer. Поэтому мы вместе с Европой вымираем. Скоро все будет это мусульманский мир. Я хотела спросить, в Москве тоже, если ходишь и на метро едешь, очень много из среднеазиатских бывших да. республик. Да? Это наше будущее, mm -hmm. как и в Европе. Mm -hmm. Если уже, говорят, через пять лет самое первое имя. В Великобритании будет Мухаммед, уже сейчас оно второе после Джейкоб. На первом месте Яков, вот Джейкоб, а на втором месте Мухаммед. То mm -hmm. через пять лет уже по статистике говорит, что будет Мухаммед, а Джейкоб будет на втором месте. Mm -hmm. То же самое в Брюсселе. В Брюсселе уже мусульман живет 49% населения. У них побольше детей большие семьи. Да, у них. Они любят детей, они воспитывают их. И в Берлине скоро будет 70% мусульман и 30% немцев будет пожилых. А в, а в Москве И в Москве так будет. Таджики будут, узбеки. Христианская нация, потому что они вместо того, чтобы идти в церковь, идут на футбол, идут на поп-концерт, а им придется эту всю территорию отдать мусульман. Mm. Поэтому я счастлив, что я уже старый человек, я до этого не доживу. Потому что я вот э, посещал Турцию неоднократно и видел, что осталось от Византийской империи христианской. Осталось несколько памятников. И вот на территории Европы тоже останутся несколько памятников.

وهذا كلام صحيح الى حد ما، اقول الى حد ما. المتدينون عاده يخلقون من الحبه قبه ويهولون خطر الاخر. الاخر المختلف دينيا يعني. بمبررات غير موضوعيه كافيه. لكن الامر هذه المره مختلف. الغربيون بالفعل اصبحوا يشعرون بالخطر. ومن الغباء والسذاجه ان نتصور ان المؤسسات السياسيه في الغرب لا تعلم شيئا ولا تخطط لمواجهه هذا الخطر ولا تشعر به، من الغباء ان نتصور ذلك. كلنا نعرف كيف تواجه المؤسسات الغربيه المحترفه مثل هذه المخاطر. نعرف انهم لا يعلنون مخاوفهم كلها. وانهم يفضلون المواجهه سرا عبر مخططات مدروسه وعلميه على المواجهه العلنيه. يعني لو لو انهم قرروا المواجهه سيواجهون الاسلام سرا وليس علنا. هذا امر متوقع لمن يعرف طبيعه الغرب في التخطيط الغربي. وما علينا سوى ان نتامل الواقع. لمراقبه اثار هذه المخططات السريه وسنلاحظ بوضوح وجودها يعني هذه الحمله التاريخيه ضد الاسلام بحجه محاربه الارهاب وهذه الجماعات الداعشيه التي ظهرت بصوره غريبه غير منطقيه وهذه المبالغه في التحذير من خطر الجماعات الاسلاميه كل هذه مجرد مجرد دخان لنار المخططات التي تجري في السر بغرض تحجيم الاسلام على المدى البعيد وايقاف زحفه على اوروبا على الاقل وهذا مشكله كلامنا كلام الاوروبيين انفسهم هذه علامات على انه في حرب ضد الاسلام تحت مسمى الحرب على الارهاب هذا ما يقوله بعض المثقفون الغربيون انفسهم اقول على الاقل لان الغرب يعتبر الاسلام مشكله من جهتين كما قلت من جهه انه اكبر عامل يلهم العرب والمسلمين بالوحده الشعوريه ويجعلهم كتلة سياسية واحدة ضد الاستغلال والهيمنة ومن جهة ثانية كونه الدين الأسرع انتشارا في المجتمعات الغربية كما قلت وربما الدين الوحيد الذي يمنع معتنقي يمنع المعتنقيه من الاندماج في المجتمعات الغربية بصورة كاملة على يعني بصورة نسبية يعني بسبب تحفظاته على بعض جوانب الثقافة الغربية نظام الأسرة في الغرب مثلا ليس نظاما إسلاميا بعض الحريات في الإسلام في الغرب مثلا قد لا قد يتحفظ عليه الإسلام أعود وأذكر هذا الكلام يأتي من منظور علماني لا من منظور ديني يعني هنا هذا تكرير لحقيقة موضوعية واقعية يقولها المسلم وغير المسلم وتعرفها النخب المثقفة في كل أنحاء العالم وتناقش في البرامج التلفزيونية السياسية في كل مكان في العالم يعني هذا على سبيل المثال يعني على سبيل المثال لدينا دكتورة جامعية روسية مختصة بقضايا التاريخ الاجتماعي والسياسي في دول أمريكا اللاتينية هي روسية لكنها تدرس الوضع في أمريكا اللاتينية هذه الأستاذة الروسية تتحدث عن هذه الحقيقة التي نقولها من منظورها العلماني كما نفعل نحن تعالوا نستمع إلى دكتورة أوليغا لذلك بعد الانهيار الاتحاد السوفيتي ظهرت ضرورة ملحة لايجاد عدو جديد، واختير الاسلام لهذا الدور، وبما انه من غير اللائق ذم الاسلام ابتكر مصطلح الارهاب او التطرف الاسلامي، فبالنسبة للامريكيين الاسلام المتطرف هو ذلك الاسلام الذي لا يقبل الاصلاح ولا يتكامل. طبعا هناك عشرات الشواهد التي تؤيد كلام الدكتورة أوليغا بل عشرات التصريحات المسؤولين والسياسيين غربيين تعلن هذا التخطيط بشكل صريح من قبل ظهور مشكلة الإرهاب الإسلامي كما يسمونه يعني نحن نعرف على الأقل من السنة الأخيرة في حياة الاتحاد السوفيتي العام 1989 أعلن قائد قوات حلف الناتو يومها في حفل توديعه أن العدو الاشتراكي في أفول يترنح الآن وأن على الحلف أن يعد العدة لمواجهة الخطر الإسلامي بعد الخطر الاشتراكي ويقول أنه الأشد خطورة على الغرب 89 ما قد فيش معانا إرهاب وداعش وبقي أن نسأل أنفسنا ما طبيعة هذه المواجهة مع الإسلام من قبل الغرب يعني كيف سيواجهونه كما يقولون يعني هل سيقصفونه بالطائرات مثلا هل سيوجهون إليه مدفعيتهم الثقيلة بالطبع لا الإسلام مجرد فكرة والأفكار لا تواجه بالسلاح المادي الأفكار تواجه بالتشويش والتشويه والأفكار البديل وهذا ما تفعله وما فعلته بعض أجهزة المخابرات الغربية وبعض المؤسسات الغربية الآن اليوم ممكن تفاجأ بفيلم وثائقي استقصائي لمستشرق غربي يقول إن يقول في هذا الفيلم أن محمد شخصية وهمية لم تكن موجودة في التاريخ اخترعها العرب ونسبوا إليه كتابا هو القرآن بعد سبعين ثمانين سنة يعني في زمن الدولة الأموية لأغراض التوسع السياسي ويقول أن مكة التي نشأ فيها محمد والإسلام ليست مكة التي نعرفها وإنما هي الإسلام نشأ في منطقة خارج خارج مكة على حدود الاردن وغير ذلك من الهراء هراء استسخفه المثقفون الغربيون انفسهم هراء لا يمت بصلة الى ما نعرفه من الرصانه العلميه والبحثيه لدى الغربيين لكن انت هذا الانزياح وهذا الخروج وهذا الشذوذ عن المنهج العلمي في الغرب له دلاله واحده هو انه في توجيه سياسي في الموضوع والا الغربي في في مجال البحث العلمي لديه منهج محترم نحن نعرف ذلك المستوى الحرفي والمعياري لهذه الاعمال الضعيفه يفضح هذا الهدف من ورائها لمن يعرف مستوى البحث العلمي والتاريخي في الغرب. الذين عرفوا الدراسات الغربيه يعرفون كم انها رصينه جدا وذات مستوى احترافي رفيع وان كان فيها اخطاء واشياء غير مقبوله لكن الحق يقال هناك مستوى رفيع من المنهجيه العلميه في البحوث التاريخيه الغربيه. فلما يجي لك فيلم مثل هذا مثل هذا تعرف على طول انه وراه شغل سياسه مش شغل علم. لما ياتي عمل بمثل هذا المستوى المتواضع من البحث والدراسه تدرك فورا ان الهدف ليس البحث العلمي وانما هو غرض سياسي موجه وهو التشويش المتعمد للحقائق التاريخيه. يعني خلص وضعونا وضعوا الاسلام في رؤوسهم وسيفعلون المستحيل للتشويش عليه وتشويهه. لكن طبعا هذه الأعمال المتواضعة متواضعة منهجيا ليست خطيرة لأن الحقيقة العلمية محروسة محروسة من قبل معايير العلم نفسها الناس في الغرب نفسهم سيرفضونها بما فيهم علماء الغرب كما قلت إنما الخطر الخطر الحقيقي يأتي من استغلالهم لنقاط ضعف الخطاب الإسلامي نفسه اليوم هذه المؤسسات الغربية المعادية للإسلام تستغل نقاط الضعف في الخطاب الاسلامي. هناك نقاط ضعف كثيره في الخطاب الاسلامي يمكن استغلالها لتشويه الاسلام والتشويش عليه. نقاط ضعف يمكنهم من خلالها تشكيل او توجيه جماعات مثل داعش. يعني علشان تصنع داعش ما الذي تحتاجه؟ تروح تدور في الاحاديث وفي كتب التراث على مجموعه نصوص وتركب عليها جماعه اسمها داعش. يعني مثل ما تركب على النص المسرحي مسرحيه وعلى النص الدرامي دراما وعلى السيناريو السينمائي فيلم مش صعب. نصوص تشكك في اصاله القران وصدقيته. ونقاط الضعف هذه تاتي غالبا على صوره احاديث منسوبه للنبي، فتاوى منسوبه للفقهاء وما شابه ذلك. ونحن هنا لسنا بصدد مناقشه هذه المشكلات وتفنيدها يعني احنا في برنامج تحليل سياسي. ما هوش وقت لتفنيد هذه المشكلات تفنيدها علميا لوجه العلم لان هذا ليس اختصاص البرنامج كما قلت قلت ان هذا البرنامج يتناول مختلف القضايا من زوايا سياسيه والذي يهمنا من موضوع الاسلام اليوم والحرب على الاسلام الذي يهمنا هو الاجابه على السؤال الاتي كيف تؤثر هذه الحرب على الاسلام كيف تؤثر على وضعنا السياسي العربي كيف ينبغي ان نتعامل معها هذا سؤال اخر دعونا نتفق مبدئيا على ان الغرب لا يهمه اسلام ولا كفر الذي يهمه فقط هو مصالحه والغرب شديد الحساسيه تجاه مصالحه لديه قرون استشعار دقيقه تلتقط الافكار والحركات التي تهدد مصالح من على مسافه الاف الاميال وقد خاض الغرب في القرن العشرين حرب ضروس مع الفكره الاشتراكيه مع ان الفكره الاشتراكيه هي في الأصل فكرة غربية نبتت في التربة الغربية ماركس نفسه كارل ماركس ولد في ألمانيا وكتابه رأس المال ولد في بريطانيا في لندن يعني الفكرة وصاحبها أوروبيان إذا لماذا حارب حاربت أوروبا الاشتراكية بقوة الجواب من وجهة نظري أوروبا أمريكا يعني الجواب هو أن الغرب حارب الاشتراكية لأنها أصبحت فكرة بيد روسيا التي يعتبرونها خصما. بدليل أن روسيا ما زالت خصم محتمل في نظر الغرب حتى الآن، حتى بعد أن تخلت عن الاشتراكية. ونظرة الغرب إلى الإسلام هي صورة مضخمة عن نظرته إلى الاشتراكية. يعني اضربها في خمسة عشرة. أي فكرة. أي فكرة. تهدد مصالح الغرب بشكل من الاشكال لابد ان تتعرض للتشويه والتشويش. والمشكله ان مصالح الغرب هي نفسها مصالحنا احيانا يعني تتقاطع. الغرب ينظر الى الوطن العربي في اعماقه كما ينظر المستوطن الاوروبي الى امريكا عندما عند اكتشافها. وكما ينظر المستعمر الغربي الى الى فلسطين. وطن بلا شعب. او الوطن العربي في نظر الغرب هو عباره عن ارض وثروه لشعوب لا تستحقها موقع جغرافي رائع ثروات هائله لشعوب متخلفه لا تستحقها ولولا ان تكاليف استعمارهم للوطن العربي ستكون باهظه جدا لاستعمروا لا بشكل رسمي ومباشر كما استعمروا قارتي امريكا واستراليا وقتلوا عشرات الملايين من سكانها لكن كانوا عارفين ما يقدروش على هذا العمل. فاضطروا يستعمروا بطريقه خاصه بطريقه مبتكره عن طريق تعيين مجموعه عملاء. لا يجوز ان تخدعنا شعارات الحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان التي يتحدثون عنها لان هذه المعاني وجدت لهم وحدهم فقط. نحن نعترف بوجودها. ونعتبرها اكبر خطوه. في تاريخ البشريه لكنها خطوه غربيه خاصه بهم هم يؤمنون بهذه القيم لهم وحدهم فقط ولا يؤمنون بها كقيم للانسانيه جميعا كما يؤمن صاحب الدين بالدين والمستعمر الغربي وهذه هي النقطه الاساسيه في موضوع هذه الحلقه يعتقد ان الاسلام كان سببا رئيسا في مقاومه العرب للاستعمار في القرون الماضيه والا كانت روما ومن بعدها اوروبا قد وصلت الى مشارف الجزيره العربيه. ما الذي ما الذي جعل المجتمعات الضعيفه المستوطنه لشبه الجزيره العربيه وشمالها وشمال افريقيا، ما الذي جعل هذه المجتمعات تتصرف تجاه الاستعمار ككتله واحده؟ لا شيء سوى الاسلام. ومن من هنا نقول انه الغرب ينظر الى الاسلام كعامل سياسي مؤثر. اكثر منه دين، ما يهموش الدين. وهنا يمكننا ان نتساءل ترى لو لم يكن الاسلام موجودا في هذه البقعه من الارض، هل كانت شعوب هذه المنطقه ستنجح في دحر الاستعمار الغربي في القرنين الماضيين؟ هذا السؤال مطروح للبحث، هل كان العرب قادرين على دحر الاستعمار لو لم يكن الاسلام موجودا؟ الاسلام الذي وحد العرب في كتلة واحدة وجعل شعورهم واحد تجاه العدو ولا كان عن نشوف عمالات وحاله و... 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 ابتلاء للمنطقه لانها عباره عن دول مفرده هل كانت شعوب شمال افريقيا قادره على دحر الانجليز الانجليز والايطاليين والفرنسيين والاسبان انا شخصيا اشك في ذلك بدليل ان جميع حركات المقاومه ضد الاستعمار الغربي جميعها تقريبا كانت ذات توجه اسلامي شخصيات مثل عمر المختار في ليبيا ومحمد عبد الكريم الخطابي في المغرب عبد القادر الجزائري في الجزائر وغيرهم كلهم كانوا رجال دين وما زال الإسلام هو الرابطة الوحيدة التي تجمع العربي بالتركي والماليزي والأندونيسي والباكستاني ما زال الإسلام هو الذي يوجه هؤلاء جميعا وجهة واحدة ضد الاستعمار والاستغلال والهيمنة الغربية و... أقول من ال... يعني لذلك من, من وجهه نظر النخب الاستعماريه الغربيه من وجهه نظرهم العامل الاسلام يبدو عامل مؤثر عامل مؤثر سلبي على المصالح الغربيه ولذلك ينبغي ان يوضع له حد وهم الان يعملون على ذلك من هذه المقدمات نصل إلى نتيجة خطيرة هي أن المشكلة المشكلة ليست في الإسلام نفسه بل في التوجهات الغربية نفسها تجاه الوطن العربي بمعنى حتى لو تنازلنا عن الإسلام في الوطن العربي فلن تنتهي مشكلاتنا مع الغرب لن تنتهي مشكلاتنا نحن العرب كما يتوهم بعض السج سذج بل على العكس إذا أزحنا الإسلام جانبا ستنتهي مخاوف الغرب من توسع الاسلام في اوروبا فقط لكن تنازلنا عن الاسلام لن يغير نظره الغرب الاستعماري الى الوطن العربي لانه ما زال سيظل ينظر الى المنطقه باعتبارها ثروه ومقدرات وموقع جغرافي ممتاز لشعوب لا تستحقها. الانسان الغربي من اكثر شعوب الارض طمعا في مقدرات الشعوب الاخرى وثرواتها. لانه نشا في اوروبا اوروبا الفقيره من الثروات وأوروبا بطبيعتها طبيعة المناخ المناخ هناك يحتاج إلى مضاعفة الجهد في البحث عن الرزق. الأوروبي يحتاج إلى بذل جهد أكثر من الأفريقي والآسيوي في طلب الرزق لأنه يعيش في منطقة جليدية يندر فيها الصيد والزراعة والثمرات من زمان يعني الكلام. الإنسان الأوروبي من زمان شعر أن رزقه تحت ظل رمحه إلى جوار مصادر أخرى كالصناعة والتجارة. ولذلك كان الأوروبي أكثر حرصاً من غيره على اكتشاف خطوط التجاره البحريه وعلى اكتشاف القارات الجديده المجهوله من اجل البحث عن الذهب والمال وما زالت هذه الثقافه حاضره في جينات الانسان الغربي حتى الان يمكنه ان يغذي الحروب في كل مكان في العالم علشان يبيع السلاح يمكنه ان يدعم الانقلاب على الديمقراطيه في الوطن العربي او في امريكا اللاتينيه من اجل الحفاظ على مصالحه التي مصالحها التي يؤمنها الحاكم العميل الحكومات العميلة هي التي تأمن مصالح أوروبا اليوم والغرب ولعل شخصية الرئيس ترامب هذه هي النموذج الحقيقي لشخصية الإنسان الغربي كذا شخصية كما هي بدون بدون ستائر ورتوش ومكياج الشخصية التي تختبئ تحت جلد معظم الغربيين عندما يتعلق الأمر بمصالحهم بمصالحهم هي شخصية ترامب ترامب قال في لقاء في تلفزيوني في الثمانينيات من القرن الماضي قال إن ثروات الخليج لا يستحقها الخليجيون وأنه إذا ترشح للرئاسة وفاز سيأخذ منهم آآ آآ هذه الثروات ويعتبر أنهم يستغلون أمريكا يستغلونها لأنها تحميهم بدون عائد والمفروض أنه تأخذ النصف من ثرواتهم هكذا بكل, هذا بكل وضوح في الحقيقة هذا هو الإنسان الأوروبي إذا نزعت القشرة الزائفة عن الكلام عن حقوق الانسان وعن القيم. اقول هذا الكلام لكي ندرك ان المؤامره على ثورات الربيع العربي ومشاريع الديمقراطيه العربيه لم تاتي من فراغ. الغرب يشعر بتهديد حقيقي من وجود هذا من وجود شعوب مستقله حره الاراده في الوطن العربي لان الغرب يريد ان يحافظ على وضعه الاقتصادي، هناك وضع اقتصادي جيد في اوروبا ودوله رفاه الفرد في اوروبا عايش عيشه ممتازه يعني. هم يريدون الحفاظ على هذا المستوى من المعيشه عبر ماذا؟ عبر استغلالنا نحن وسرقه ثرواتنا وابقائنا كسوق بدلا من مصنع هذا الوضع وهذه الدوله ستصبح مهدده اذا استيقظ العرب والمسلمون الوضع في اوروبا اقصد وضع الرفاه من الذي سيحرك مصانع السلاح اذا توقف العرب عن غبائهم؟ من الذي سيزود الخزائن الغربيه باموال الفساد العربي اذا ذهب المستبدون؟ من الذي سيشتري البضائع الغربيه بعد ان يتحول العرب من سوق لبضائعهم الى مصدرين؟ من؟ خاصه بعد ان تطورت معظم دول اسيا وتحولت من سوق للبضائع الغربيه الى دول مصدره للصناعات، الان ما عاد فيش غير العرب. يستمروا كسوق للبضائع على الغربية وغير الغربية في الحقيقة لم يعد للغرب من فرصة في الحفاظ على وضعه الراهن إلا بتخريب العالم العالم العربي تحديدا من أجل استغلال مكدراته وهذا ما يقومون به في الآن تحت لافتات كثيرة منها لافتة محاربة آه الإرهاب كما قالت الدكتورة أوليغا علشان ما يزعلوش البعض ويقولوا إحنا بنتكلم بلسان الإسلاميين خلينا نقول يعني نجيب لهم الدكتوره أولي وَمَنْ ومن شابهها. في ظل هذه الحقائق فقط يمكننا ان نفهم سلوك الدول الغربيه مع الحاله الحوثيه في اليمن مثلا. يمكننا ان نفهم ما يسمى بالتدليل الاممي للحركه الحوثيه الانقلابيه، مثل هذه الحركات بالنسبة لهم أدوات ممتازة في يد الغرب لإبقاء الوضع كما في حالة سوء مستمر في الأوطان العربية لسحل الديمقراطية لسحل التوجهات التنموية حركة مثل هذه حركة جيدة عبارة عن سكين في يد المجتمع الغربي بهذا بهذه المقدمات يمكننا أن نفهم مساندتهم لثورات الثورات المضادة على الربيع العربي ان نفهم توجيههم بمساعده انظمه عربيه تعمل على يعني ضمن توجيهاتهم يعني هم خلقوا هذه الانظمه ووجهوها الحرب على الارهاب اليوم هي حرب في حقيقتها على الديمقراطيه العربيه لانهم تحت مبرر الحرب على الارهاب يبررون دعم بقاء الانظمه العسكريه والقمعيه المستبده في الوطن العربي لماذا تدعمون الاستبداد في الوطن العربي يقولون لانه يحمينا من الارهاب بينما الحقيقه انهم كانوا يدعمون هذه الانظمه حتى من قبل ظهور حركات الاسلام السياسي وما رحل جنود الاستعمار الغربي من المنطقه العربيه الا بعد ان نصبوا الكثير من العملاء على راس السلطات العربيه وخاصه في الخليج عينوا العوائل والاسر الحاكمه يعني على اعينهم دكتور عبد الله فهد النفيسي قال هذا الكلام بصريح العباره بوثائق وبراهين عندما ندرك حقيقه المخططات والمواقف يسهل علينا مواجهتها ومن طرق المواجهه أن نخاطب المواطن الغربي البسيط الذي قد لا يعرف حقيقة مؤسساته السياسية الماكرة أو الذي يعيش في العسل كما يقولون علينا أن نكسب هذا المواطن إذا استطعنا إلى صفنا من خلال كشف حقيقة المؤسسات الاستعمارية في الغرب وهذا يحتاج إلى استراتيجية مركزة وخطاب موحد يقول الإنسان الغربي أن معظم مشاكل الوطن العربي سببها دول الغرب التي تمنع تقدم هذه المجتمعات ومن ثم فإن مشكلات الهجرة العربية إلى أوروبا وأمريكا التي يعاني منها هو ويشتكي منها هذا الإنسان الغرب البسيط هذه المشكلات هي مجرد انعكاس طبيعي لمؤامره الغرب علينا نحن في الوطن العربي وليست بسبب فشلنا الحتمي في بناء دولتنا ومجتمعنا على الانسان الغربي البسيط ان يفهم انه لا يتفضل على العرب حين يستقبلهم في بلدانهم لان العربي لم يهرب من بلده الا لان الاوروبي يسرق ثروته ويغتال فرصه في التقدم والنمو ويعين عليه حاكم عسكري مستبد الغرب قاتل نظيف في اغلب الاحيان يعني يستخدم جوانتي لا يبقي اثار الجريمه على ثيابه لانه يستخدم قفازات طبيه في عمليه الذبح هذه القفازات هي الحاكم العربي نفسه اكثر حكام العرب عباره عن قفازات استعماريه حتى لا تتسخ يد المستعمر امام جمهوره هناك المؤسسات الاستعمارية تريد أن تظهر أمام جمهورها بأنها مؤسسات محترمة تستخدم القفازات العربية في ذبح الشعوب العربية وما لا تستطيع فعله هذه الدول أو هذه النخب السياسية الأوروبية في بلادها تفعله في دبي وفي غيرها من مدن العرب التجارة المحرمة والصفقات المشبوهة وغسيل الأموال وغيرها يفعلونها في دبي تعذيب المشتبه بهم والمخالفين الذي تحرمه القوانين المحليه للدول الغربيه تمارسه في جوانتنامو والسجون العربيه وتمارسه في جنوب اليمن. الشهادات التي خرجت من جنوب اليمن من المساجين هناك الذين تعرضوا للتعذيب الشديد قالوا انه كان هناك يعني ضباط اماراتيون وامريكيون يمارسون التعذيب على اليمنيين. الغرب قاتل نظيف لكنه ليس قاتلا شريفا إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله